حامل لقب الدوري السعودي يعلو صوته مجددا في آسيا ويخوض منافساتها للمرة الثانية تواليا والثالثة بنظامها الجديد. النصر يعود مع جماهيره لانطلاقة آسيوية جديدة أمام الفريق الأوزبكي بنيتكور، مع آمال وتطلعات أن تكون هذه المرة مختلفة المستوى والنتائج. الفريق الأصفر يأتي لهذه المواجهة وهو لا يجد الرضا من أنصاره على ما يقدمه محليا، والكل قلق من أن يكون ظهوره في المنافسات المحلية مشابه لما سيقدمه آسيويا. عناصريا الكل متاح ابتداء من مباراة الفريق الأوزبكي، ومن بعدها ستكون زمام الأمور بيد القديم الجديد الأسباني كانيدا الذي أتى لإصلاح ما أفسده الدهر. الفريق النصراوي لابد أن يخرج بنتيجة إيجابية وهي الفوز ولا غيره، وأن لا يكرر تجربة النسخة الماضية لصعوبة منافسيه وضرورة الخروج بالنقاط الثلاث من ملعبه. ما يدعم الفريق الأصفر في المشوار الأسيوي هو الرغبة في تغيير الصورة من لاعبيه والدعم الجماهيري الذي سبق المواجهة وحل أهم المعضلات المستحقات المادية التي ستلقي بظلالها على روح النصر في أهم منعطفات الفريق. النصر كذلك سيدعمه تفرغه الكبير لهذه البطولة التي يريد أن يظهر فيها بشكل مغاير عما سبق. النصر بنظام البطولة الجديد خاض 4 مواجهات مع الأندية الأوزبكية، تعادل في 2 وكسب مثلها، فهل يكون الانتصار الثالث في مواجهة اليوم؟